السلام عليكم، أخوكم سليم من فرنسا. بما أن الوضع في البلاد تعب، وبما أن العصابة تعبنا عليه مازالت، بما أن البوليسيين ما فيهمش ثقة في الأمان، وبما أن جماعة التجمع قاعدين يعملوا فتنة في البلاد ويسرقوا في الناس ويسرقوا في الناس، وهذا كل كاي باش بوفوار لا سور بلاس يقعد هو اللي معدي عامه يمشي يقدم روحه الجيش يعاون الجيش، يلزمنا نعاون الجيش التونسي. هذه فترة حرجة، أني أول واحد مش أقدم روحي إن شاء الله، شوف لي مويان مروح أقدم روحي جسير موبيي، نعاون بلادي نعطي روحي الجيش وربي معنا إن شاء الله. ما تعطيوش الثقة في البوليسية وما تعطيوش الثقة في جماعة التجمع، الكل كيف بعضهم، راهم يحبوا يرجعوا البوفوار هو، راهم يعملوا فتنة في البلاد، راهي حرية البلاد، راهي فرنسا أمريكا العالم الكل كان يحب يحطونا المرزوقي ولا المبزع ولا الحمير هذا بتاع التجمع الكل القدم. يلزم المعفي الناس تعفي عليهم وتخرج من الحبس، ويكون انتخابات صحيحة اللي ولاد البلاد جابوها بدمهم، واحنا من برا من كل بلاصة يلزمنا نعاونوا باللي نقدروا، سواء بالفلوس سواء نقدموا روحنا الجيش سواء نعاونوا عائلاتنا. راهي السرقة والنهبة والخطفة، يلزم اللي عنده قدرة باش يروح يروح، واللي ما عندوش يعاون غيره باش يروح. تونس في حاجة ليكم الناس الكل، أنا مروح مقدم روحي إن شاء الله. السلام عليكم.